ذاك النبيل أتى بكل بديع يا ألف مرحى حيهلا بربيع. مع الشعر الدكتور الأستاذ الخاص الأديب الكبير صاحب النشاط الأدبي الدكتور ربيع شكري فليتفضل. أو التخين السلام عليكم. وكل سنة وانتم طيبين. وبشكر الدكتور سلطان على التقديم الرائع بتاعه. بشكر الدكتور وائل الشيخ لأن الدكتور وائل النهاردة شيخ. بشكر المثقف الواعي الشاعر والدكتور بسيم عبد الله العظيم. لما هنتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله أضى حياة صعبة جدا كافأه عليها رب العزة. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سن الثامنة أضى ثلاث درجات من اليد. قبل الميلاد توفى والده، وهو في السادسة توفت أمه التي أرسلته إلى جده عبد المطلب وهو الأب إن على، وهو في الثامنة مات جده عبد المطلب. عاش حياة صعبة جدا 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 إلى أن وصل إلى عمه أبو طالب أو إلى عمه أبو طالب ودخل في الرسالة ودخل في قوة قريش ومعاملة قريش السيئة جدا. عنده حلم صلى الله عليه وسلم لما راح إلى الطائف، تعب من مكة راح إلى الطائف. ده راح إلى الطائف إمتى؟ وهو في عام الحزن، وقت ما مات عم أبو طالب ثم السيدة خديجة، يعني في وقت قاسي جدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، منتظر الترحيب من أهل الطائف. راح أهل الطائف رفضوا الدعوة، ومش رفضوها كمان، لا ده سلطوا عليه عبيدهم وصبيانهم يضربوه بالحجارة. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قمة الضعف، قمة الأسى، وقمة كل شيء. فنزل سيدنا جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال. رب العزة يقرئك السلام ويقول لك مر يا عمر يا محمد. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما قالش زي سيدنا نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك أنت، لا عسى من يخرجنا أصلا به. إيه العفو ده وإيه التسامح وإيه الحلم وإيه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس تخيل كل ده لما رب العزة منزل ملكه بيقول له أؤمر أطبع عليهم جبلين محمد وهو يعفو. فرب العزة رحمه كرمه تكريم فوق الوصف. كرمه بإيه؟ بالإسراء والمعراج، وصعد إلى السماوات السبع. عندما جاء إلى السماء الأخرى اصعد يا جبريل، قال له يا محمد لو صعدت لاخترقت، ولو صعدت أنا لاخترقت. ده إيه تكريم رب العزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وتكريم تاني بسيط قوي، الأمم المتحدة واليونسكو أما لقيت حصل يتامى في أيام الحروب فقالوا إحنا هنكرم ونعمل اليوم العالمي لليتيم. عملوا له اليوم العالمي لليتيم، بينما اليتيم رسول الله صلى الله عليه وسلم كرمه بأن يكون فيه، بأن يكون نبيا لهذه الأمة. صلى الله عليه وسلم علمنا وقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وقال حديث يوضح لنا كل هذه الحاجات. قال أوصاني ربي بتسعين أوصيكم به. قال إيه؟ أوصاني بالإخلاص، يا ريت كلنا بس نعرف الحديث ده. أوصاني بالإخلاص في السر والعلانية، والعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وأن أعفو عن من ظلمني، وأعطي من حرمني، وأصل من قطعني، وأن يكون صمتي فكرة، ونطقي ذكرى، ونظري عبرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. شكرا لكم والسلام عليكم. شكر الله للدكتور ربيع شكري.